لو الحكاية فيها إن فيتو الامتحان عامل ايه النهارده؟ سهل جدا في مستوى يعني 28 درجة في مستوى الطالب اللي قارئ المنهج بس درجتين اتنين اختياري ركز شوية هتجيبهم أكتر من كده ما حدش ليه عند اللي حط الامتحان أي حاجة لأنه بأمانة امتحان سهل جدا بس عامل الوقت في الاستاتيكا لأنه 18 سؤال عمال أنت تحل وتراجع بس أنا كنت متوقع إن هو مش ألحق بس لحقت وراجعت مرتين لا والموضوع سهل جدا الحمد لله كويس الامتحان ايه؟ الامتحان حلو بس صعب